السلام عليكم الخوت. اليوم نجربوا لكم الفيات 500 الاخوات سيرتو الاخوات فيات 500 نجربوها لكم ونشوفوا كي داير الكونفور ديالها والموتور ديالها ونجربوها لكم فيات 500 2021 اقتصادية بزاف والله السلام عليكم الدراري والبنات هاد الفيديو هذا للبنات نورمالمون حيت عندي هنا فيات 500 فيات 500 سياره زوينه اقتصاديه وكونفور في الدورات كتشد مزيان حيت اللور عريضه ماشي بحال كيا بيكانتو اللور عريضه كتشد مزيان في الطريق ما كتحركش بزاف لي زامورتيسور عندها المهم كلشي مزيان سياره كونفور غير هي فيها واحد الحاجه اللي ما عجبتليش فيها واي واحد ما تعجبوش ملي كتكون في الطريق كتشعل لا كليم كينقص الموتور كيهبط ما كيطلعش ولا راك عقبه ولا خصك دير الكاطريه دو التروازيام تبقى تهبط في الفيتاس باش تبقى تطلع لك كاع السيارات نورمال شويه ملي كتشعل لا كليم كيتبدل الحس ديال الموتور داك الشيء بصح هادي بزاف ما عرفتش علاش موتور صغير كتغلب عليه لا كليم ملي كتشعل لا كليم كتكون طالع مثلا تشعل لا كليم كطيح الموتور كيهبط كاع ما كيطلعش غير انت تطفي لا كليم يبدا يطلع سبحان الله العظيم هذا الشيء اللي فيها ماشي حاجه اخرى الصراحه السياره مخيره في كلشي